الشاهينية من هجنة العاصفة، شكرا الهلالي المركز الثالث، الشاهينية الهجنة العاصفة المركز الثالث 12 دقيقة 34 جزئين من الثانية، شكرا غياث الهلالي، هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور، أحييكم بأجمل تحية مسائية جميلة في انطلاقة أشواط مساء هذا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها، نسير معكم بهذا الانطلاق، نسير بالتحدي، نتابع هنا الإثارة، نتابع في هذا الانطلاق والأداء المميز الجميل بهذه المسيرة، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا من تفتتح الإذاعة مع البكار، هنا تأتينا هملولة من هجن الرئاسة بقيادة ظافر علي بن ميل لوهيبي، بينما المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال الشاهينية. في المركز الثالث هناك أو الوثبة من تدخلت بهذه اللحظة، الوثبة من تدخلت هنا من هجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي الشاهينية. في المركز الرابع هجن الرئاسة مع أيضا هنا في التضمير راشد بن محمد بن سمة المنصوري الشاهينية. خامسا القادمة بهذا الاندفاع والتحدي من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، الوصول هنا بهذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء الجميل. تأتينا مزون هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، من يتابعها هملولة المتسللة هناك من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي في التضمير، وتأتي الشاهينية بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل على ثامن المراكز. الشاهينية هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيري في التضمير، وتاسع المراكز الشاهينية. هنا المنطلقة هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز العاشر تأتينا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بن كوبع الحميري في التضمير، هي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضاراتكم بالوفاء والتمام والكمال في مسيرة شوطنا السادس للثنايا الإبكار. هنا أيضا وهجنا أصحاب السمو الشيوخ وبدينا في انقطاعة أول كيلومترين، هنا بهذا الأداء نتابع ونعود إلى الصدارة، نتابع هملولة المنطلقة على رأس حربة هذا الشوط، هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي وبمعيتها الوثبة. هنا أيضا من هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، وصلت هملولة من الجانب الآخر بهذا الانطلاق والأداء. هنا من هجن الرئاسة وبقيادة علي بن يميل لوهيبي بوسعيد يقدمها بانطلاقة مميزة جميلة، الوصول من الشاهينية هجن العاصفة على رابع مراكزنا هنا مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشاهينية بهذه الانطلاقة والأداء الجميل هجن العاصفة مع غياث الهلال الشاهينية القادمة. هجن الرئاسة أيضا مع هنا المستحيل راشد بن محمد بالسمة المنصوري سادسا. أما المركز السابع، المركز السابع هناك الشاهينية على المركز السابع هجن الرئاسة والفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي. أما الثامن مراكزنا وانطلاقاتنا تأتي الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال هنا بهذه المسيرة وبهذا الانطلاق، تاسع المراكز مزون المنطلقة من هجن الشاحانية القادمة من دولة قطر الشقيقة وبانطلاقة
محمد بن خالد العطية من يتابعها هنا المشاغب بهذا الأداء بينما عاشر مراكزنا القادمة الشاهينية وهجنة العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي العشرة المراكز، ها هي انطلاقاتنا وتحدياتنا هنا وثاني ندى لمراكزنا الأولى المنطلقة. نعود مشاهدينا الكرام مع هذا الجو الرائع والجميل إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة والتحدي الجميل هنا صدارة هذا الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وانطلاقة وتحديات هذا الشوط. هم هنا الوثبة 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 هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في تضميرها، بينما المركز الثاني تأتينا هملولة والمركز الثالث كذلك هملولة هنا بانطلاقة وتحديات هجن الرئاسة ومتابعة علي بن مي الوهيبي في التضمير والأداء. المركز الرابع تأتينا الشاهينية وفي المركز الخامس كذلك الشاهينية هنا هجن العاصفة وقيادة أيضا هنا غياث الهلالي بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. 6 دقائق 5 ثواني هنا أيضا وثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الأول، 4 كيلومترات منقضيات. المركز السادس بعد الشاهينية والشاهينية مع غياث، نتابع هنا الشاهينية سادسا بانطلاقة وتحديات هجن الرئاسة وقادم من هنا الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايل الخيلي، 7 المراكز الشاهينية، 8 المراكز كذلك الشاهينية، 9 مراكز كذلك الشاهينية وانطلاقة هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي بهذا الشعار الملكي القادم بالانطلاق هنا. المركز العاشر آتينا مزون هنا من هجن الشحانية بشعار الأدعم بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. ها هي نتيجتنا، ها هي مسيرتنا تسير هنا بهذا الشوط وأحداثه ومجرياته. لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، وكل مضمر مركز تركيز تام على الأداء وعلى أيضا النتائج الذي يقدم منها الهجنة المشاركة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى هماليل الرئاسة على الصدارة وعلى المقدمة، هملولة وهملولة هنا للرئاسة وهجنها هذا الشعار المميز الجميل، وهنا شعار الجماهير وانطلاقة علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثاني هنا والتسلل القادم، التسلل القادم الجميل هنا أيضا من هجن العاصفة هنا بهذه التحديات. بدت بعد 3 كيلومترات اشتعلت نيران المنافسة، اشتعلت نيران المنافسة بين هذه المؤسسات العملاقة، بين هذه المؤسسات الداعمة لهذه الانطلاقات، داعمة لهذا أيضا الموروث الجميل. هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول إذا، والتغيير الذي طرى وجرى. هنا نتابع مشاهدينا الكروب الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع الشاهينية غيرت على الصدارة مع الالتفاف الأخير لهذا المضمار. هنا تأتينا الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المركز الثاني، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أما على المركز الثالث هنا هملولة، على المركز الثالث هملولة هجن الرئاسة بقيودة هنا المضمر علي بن ميل الوهيبي. هنا مع اقترابنا للوحة 2 كيلومتر
كيلومترات، الثنين كيلومترات يا مضمرين ما تبقى على نهاية هذا الشوط ومجريات والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية الاسترايت لاين إلى الفوز وإلى الناموس. ثالثا تأتينا الشاهينية هجن العاصفة، رابعا كذلك وصلت الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، خامسا هنا أو سادسا هملولة 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 المطلقة بالأداء الجميل هنا هجن الرئاسة بقيادة علي برمي اللوهيبي. ما شاء الله بدت المعركة بين هذه الأقطاب المتميزة، الوثبة قادمة هنا بهذه اللحظات، الوثبة هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي القادمة بانطلاقتها الشاهينية كذلك قادمة، هنا هجن الرئاسة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في التضمير والانطلاق والأداء المميز الجميل. الله الله هنا حلوت المنافسة، احلو الصراع، احلو النزاع. الله هنا وبقيادة الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، كما أيضا حكمت القبضة على الشوط الأول الرئيسي في مساء هذا اليوم. الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هنا الشاهينية والشاهينية والشاهينية على الثلاث المراكز الأولى المتقدمة، هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي القادمة الوثبة. الوثبة المتسللة من مركز إلى مركز، الوثبة 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 هنا من هجن الرئاسة مع الكيلومتر الأخير، الوثبة هنا هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي هنا في التضمير. الله الله المعركة أصبحت ثنائية، أصبحت ثنائية بين الشاهينية هجن العاصفة هنا الوثبة هجن الرئاسة. الله الله هنا بالانطلاق التحدي الأخير لمجريات هذا الشوط وأحداثه. يا سلام يا سلام. الله الله المركز الثالث الشاهينية، المركز الرابع الشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن الصدارة الصدارة هنا مع الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وهملول. الوثبة تحاول، الوثبة 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 تسللت في هذه اللحظات، الوثبة تسللت إلى الصدارة، تسللت إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، تعلن الفوز والناموس هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. إذن الوثبة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الوثبة هنا من هجن الرئاسة بقيادة المضمر العملاق هنا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي على هذا الأداء المميز هنا للرئاسة وهجنها. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني تأتينا هنا الشاهينية هجن العاصفة، المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية هجن العاصفة، المركز الخامس أتتنا هنا هملولة من هجن الرئاسة. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى هنا بهذه التحديات. نعود إلى التوقيت الزمني هنا بهذه اللحظات، بهذه الانطلاقة الجميلة ولحظة وصول هنا الوثبة إلى خط النهاية ب 12 دقيقة هنا 28 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا هنا لهجن الرئاسة، تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. هنا تأتينا هذه الانطلاقة هنا الشاهينية هجن العاصفة قاطعة المسافة في 13 دقيقة. دقيقة 33 ثانية بالوفاء والتمام الشاهينية، و12 دقيقة الشاهينية الأخرى 34 ثانية وجزئين من الثانية. هجن العاصفة من حلت في المركزين الثاني والثالث، تهانينا غياث الهلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحل الكريم مشاهدينا الأعزاء عشاقي ألا